السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، تلاميذ المستوى السادس ابتدائي. معكم يوسف دلال من خلال قناة علي، قناة الفهم والاستيعاب في مادة الرياضيات المستوى السادس ابتدائي. إذن لقاء جديد ومتجدد دائما عبر هذه القناة علي جوكومينيك تيفي، عبر اليوتيوب وكذلك عبر الواتساب. إذن سوف نحاول أن نقوم بحل بعض المسائل الرياضية التي تحتاج الذكاء وتحتاج كذلك التركيز، أخذ عين الاعتبار تلميذ المستوى الخامس ابتدائي لمساعدتهم على حل هذه النوع من المسائل الرياضية التي تحتاج واحد دقة معينة. إذن لنبدأ على بركة الله بمسألة الأولى، نشوفه ونستفيد منها، من بعد نديرو مسائل أخرى كذلك متنوعة طيلة هذه الحصة على قناة جوكومينيك تيفي. إذن مرحبا بالجميع، مرحبا كذلك بأولياء وأباء، أباء وأولياء التلاميذ، مرحبا بكم جميعا. إذن نبدأ على بركة الله. إذن أول مسألة نقدمها لكم هي هذه المسألة، هذه راه تتبان لكم دابا على الشاشة بشكل واضح. تملك سعاد مبلغ 426 درهم، اشترت 16 قصة بثمن 22.25 درهم، 22 درهم فاصلة 25 من القصة الواحدة، واشترت الباقي 14 دفترا، كم ثمن دفتر الواحد؟ لأن تملك سعاد قلنا مبلغ هو 426 درهم، مهم، واشترت 16 قصة، ثمن كل قصة 22.25 درهم. قالك للقصة الواحدة معناها 22.25 درهم، راه درهم 22.25 درهم راه ثمن ديال قصة واحدة، واشترت الباقي، اشترت الباقي 14 الدفتر. دابا السؤال يقول لك كم ثمن الدفتر الواحد؟ دابا هنا غادي نستخرجوا المعطيات الاساسيه اللي على شكل تبيانه. اول خطوه خصنا نقراو، اول خطوه هي القراءه ديال المساله. اجي نقرا لكم المساله الاولى، المره الاولى. تملك سعاد مبلغ 426 درهم، واشترت 16 قصه، ثمن القصه الواحده 22.25 درهم، و اشترت الباقي 14 دفتر. السؤال هو كم ثمن دفتر واحد؟ نقرا المسألتين مرة ثانية. تملك سعاد مبلغ 426 درهم، واشترت 16 قصة، ثمن كل قصة ثمن كل قصة 22.25 درهم، للقصة الواحدة، واشترت الباقي 14 دفتر، كم ثمن الدفتر الواحد؟ واشترت بالباقي تقريبا 14 دفتر، كم من دفتر واحد؟ نعاود المساله مره ثالثه باش تفهمني مزيان، خصني نعاود مره الاولى، مره ثانيه، مره ثالثه نستوعب مزيان. لان تمتلك سعاد، اذا سعاد هذه مبلغ تقريبا 426 درهم، 426 درهم هو المبلغ اللي تمتلكه سعاد، واشترت 16 قصة بثمن 22.25 درهم، القصة الواحدة، واشترت بالباقي 14 دفترا. قالك هنا قالك سؤال كم ثمن الدفتر الواحد، كم ثمن الدفتر الواحد؟ إذن قريت المسألة ثلاثة المرات صافي، المرة الجاية خاصنا نحاولوا نستخرجوا المعلومات الأساسية اللي تتكون في المسألة. خطوة ثانية بعد القراءة خاصنا نخرج المعطيات الأساسية أو المعلومات الأساسية. أولا سمر معي، غادي نحاول نقاد الورقة هنا باش تبان لكم مزيان بوضوح.
اولا لتنزل الميكرو باش يبان فوالا. اولا عديت المبلغ هذا هو 24426 درهم. هذا المبلغ هذا كانت تمتلكه سعاد قبل ما تمشي عند مول المكتبة. هذا هو الثمن ديال هذا هو المبلغ اللي كانت عند سعاد قبل ما تمشي المكتب، اذا 426 درهم. اذا اشترت سعاد 16 قصة، نكتبوا هنا 16 قصة تبان لكم، 16 قصة وكل قصة تقريبا الثمن ديالها 22.25 درهم. دابا 22.25 درهم الثمن ديال قصة واحدة، ولكن هي شرات 16 قصة من الثمن ديال 426. واشترت بالباقي 14 دفتر، والسؤال تيقول لك ما هو ثمن الدفتر؟ ما هو ثمن الدفتر الواحد؟ إذن هات عندي 426 درهم هو المبلغ اللي كانت تمتلكه سعاد، متبعين معايا ياك؟ فوالا هات عندي 426 درهم اللي تمتلكه سعاد، مشات عند مول المكتبة وخدات من عندو 16 قصة وكل قصة وحدة الثمن ديالها 22.25. اولا خاصنا نعرفوا شحال الثمن ديال 16 القصة، هذا جانب، هذا السؤال الاول خاصنا نعرفوه ضروري. من عرفوا هذا الثمن ديال 16 القصة بيان سور يكون هذا الثمن ديال 426 اكثر من الثمن ديال 16 القصة بيان سور، باش هو يرد على الصرف. المهم اذا الباقي خاصنا نفكروا دابا في الباقي ديال 426 مع الثمن ديال 16 القصة، وهذاك الباقي ديال الطرح ديال 426 مع الثمن ديال القصة كاملة، يعني 16 القصة كاملة، نشوفو ونقسموه على 14. لماذا نقسموه على 14؟ باش نعرفو كل دفتر واحد. إذا الخطوة الأولى أننا خاص نستعملو عملية الجداء أو عملية الضرب، نديرو مثلا. إذا أنا ديجا خرجت العملية، غادي نقل غير النتائج فقط، ثم غادي ديرو العمليات كيف العادة بدون حاجة إلى آلة الحساب أو الآلة الحاسبة. المهم نديرو 22.25 في 16، نجي نفهم بعداك علاش ضربتها في 16، لأن عندي 16 للقصة وبغي نعرف شحال الثمن الإجمالي ديال هادشي كامل. إذا عندي حاجة واحدة، عندي ثمن كل قصة 22.25، إذا نضربها في 16 القصة باش نعرف المبلغ الإجمالي. إذا بعد العملية نحصلو على هذا المبلغ، هذا هو 356 درهم. يمكن لكم تأكدوا من النتيجة عبر الطريقة ديال الحساب العادية ديال الضرب. 22.25 ضربتها في 16 حصلت على 356 درهم. إذا خاصني نفهم هاد 356 ديالاش، ديما خاص نطرح سؤال، هاد 356 درهم اللي خرج ديالاش ديال 16 القصة وشحال عندي هنا؟ عندي 426. إذا 426 أكبر من 356، إذا خاصني الباقي باش نشري هاد 16 دفتر. أجي نديرو عملية طرح. دابا فهمت مزيان العمليات وفهمت مزيان هاد المسألة هادي، يمكن ننجز العملية بكل سهولة. إذا نحصلو في النتيجة على 426 ناقص 356 هي 70 درهم، و 70 درهم نقسموها على 14 دفتر باش نحصلو على ثمن ديال الدفتر واحد. إذا 70 نقسم على 14 تقريبا تخرج 5، من 5 دراهم.
لان 5 دراهم هو ثمن ديال الدفتر واحد. باش نتاكدوا تنديروا 5 × 14 تتحصل على 70، و70 هو الفرق ما بين 426 ناقص 356. اذا سوف اعيد الشرح من جديد. اذا ثمن المبلغ ديال سعاد في الاول هو 426، اذا خد تقريبا 16 قصه، وكل قصه تقريبا الثمن ديالها 22.25. خصنا نحتاجو على شحال من ثمن ديال القصه، شحال من المبلغ ديال ثمن القصه 16 قصه. تنديروا عمليه الضرب 22.25 مضروبه في 16 تعطينا 356 درهم. تعرفوا بان 426 اكبر من 356 درهم، اذا تنديروا الفرق باش نحصلوا على الباقي 70 درهم. و 70 درهم تنقسموه على 14 باش نخرجوا الدفتر واحد، والدفتر الواحد يساوي 5 درهم. اذا هنا تندير الجواب ديالي هو 5 دراهم. لو الدفتر ديال لو الثمن ديال الدفتر الواحد. اذا اتمنى تكون هذه المساله فهمتوها تتمنى ان تكون هذه المساله فهمتوها مزيان واستوعبتوها مزيان. اذا انتقلوا لمساله اخرى من مسائل ديال السلام عليكم. لدينا مساله جديده متعلقة بالرياضيات بحساب المساحات. يمتلك فلاح حديقتين، إحداهما على شكل مربع والثانية ذات شكل دائري. إذن يمتلك فلاح حديقتين، إحداهما على شكل مربع والثانية ذات شكل دائري، لهما نفس الموحد أي 157 سنتيمتر. إذن المعلومة هذه أساسية، لهما نفس الموحد. إذن يمتلك فلاح حديقتين، إحداهما على شكل إذن يمتلك فلاح حديقتين، إحداهما على شكل مربع والثانية ذات شكل دائري، لهما نفس الموحد أي 157 سنتيمتر. أحسبي مساحة الحديقتين. حددي أي الحديقتين أكبر مساحة. إذن في هذه المسألة هذه خاصة نوضح شيء أمه، أن المحيط ديال المربع هو الضلع في 4. المحيط ديال المربع هو الضلع في 4، أي الضلع زائد الضلع زائد الضلع زائد الضلع 4 مرات. والمحيط ديال الدائرة كيف يعرف الجميع هو القطر في تي، القطر في بي، وبي هي 3.14. مفهوم؟ إذن المحيط ديال المربع شنو هو؟ إياه هو الضلع في 4. والمحيط ديال الدائرة شنو هو؟ هو القطر في بي، وبي شحال تتساوي بي؟ تتساوي 3.14. مزيان. دابا المساحة ديال المربع اللي خاصك تعرفوه هي الضلع في الضلع، والمساحة ديال الدائرة هي الشعاع في الشعاع في بي. إذن من خلال هذه المسألة خاص نوضحوا واحد الأمور، نرسموا واحد الشكل. إذن كيف ما تلاحظوا هنا، إذن هذا هو الشكل المربع وهذا الشكل الدائرة. المهم هذا غير، إذن عندهم نفس المحيط. معنى هذا نعم الله يعاونك واخ. سمعتيني؟ عاد ملي عاودتها ما تدخلش
إذا المحيط ديال كل شكل من الأشكال هذه هي 157 سنتيمتر. إذا 157 هو المحيط ديال هذا الشكل هذا، و 157 متر هو المحيط ديال هاد الدائرين. إذا خاصكم تعرفوا بأن المحيط بيغيمتر ديال هاد المربع هو سي فوا 4، والمحيط ديال الدائرة بيريمتر ديالها هي دي فوا بي، ودي تتساوي ار زائد ار. مهم، اما المساحة سبيرفيسي لا لير تقريبا تكون سي في سي، الضلع في الضلع، وبالنسبة للدائرة هي ار في ار في بي، و بي تتساوي تقريبا 3.14. إذن مهمين هاد المعلومات هادو، مهمين خاصنا نستخرجو من هاد الشكل هذا. المهم خاص تعرفوا بأن الشكل هذا هو مربع المحيط ديالو هو سي في 4، وهذا المساحة ديال هذا المربع هو الضلع في الضلع، والمحيط ديال الدائرة هي دي في بي، ودي شنو هي؟ ار زائد ار، أي شعاع زائد شعاع، أو شعاع في 2، والمساحة ديالو هي ار في ار في بي، أي 3.14. نلاحظوا هاد الشكلين اللي غنقدمو لكم دابا. هاد الشكل الاول هذا تيسمى مربع، والشكل الثاني تيسمى دائرة. المهم شكل مبسط تقريبي. اذا هاد المربع خاص تعرفوا بان المحيط ديالو بيريمتر هو سي في 4، وبالنسبه للمساحة ديالو هي سي في سي. شنو من السي في سي؟ معناها هي الضلع في الضلع، مفهوم؟ اذا بعد القيام بالعمليه الحسابيه ديال الجداء نستخرج المساحه تساوي 1540.56 سنتيمتر مربع. دابا خرجنا دابا المساحه ديال المربع، إذن سوف نقوم بحساب المساحة ديال الدائرة، علما أن المحيط ديالها تساوي 157 سنتيمتر. دابا غادي نتعرفوا على مساحة ديال الدائرة. هاد المساحة ديال الدائرة هادي خاصني نحسبوها بالمحيط. أولا نذكركم بالقاعدة ديال المحيط، كما قلنا ان بيريمتر تتساوي تقريبا دي في بي، وهاد بيريمتر هادي هي 157 سنتيمتر. اذن 157 سنتيمتر ايها التلاميذ الاعزاء هي المحيط ديال هذيك الدائره. اذن المساحه ديالها شحال يساوي؟ هي R في R في P، R R في P. مزيان. إذن دي شحال يساوي؟ تتساوي P محيط على P، هي قاعدة خاصة تحفظ، القطر تساوي P على P. إذن دي هي 157 على 3.14. اجي ندير واحد العملية حسابية ومن بعد رجع. اذا هاد العملية هادي تتساوي 50، اذا دي تتساوي 50 سنتيمتر. اذا دي تساوي 50 سنتيمتر، داكوغ 50 سنتيمتر. إذن العملية كنديرو لها دابا عندنا القطر،
ولا المحيط وخاصنا المساحة. إذن خاص نعرفو بعد داك الشعاع شحال يساوي، حيت الشعاع هو اللي مهم في المساحة. شعاع يساوي د على جوج، أي 50 على 2 تساوي 25 سنتيمتر. إذن هي 25 سنتيمتر هي باينة. إذن 25 سنتيمتر، إذن إس تساوي 25 × 25 × 3.14. إذا قوموا بالعملية الحسابية ثم نعود. إذا بعد القيام بالعملية الحسابية النتيجة هي 1962.5 سنتيمتر مربع. وعندنا مساحة ديال، أنتم عندكم هنا مساحة ديال المربع، مساحة الحديقة على شكل مربع هي 1540.56 سنتيمتر مربع، وعندكم الدائرة على شكل 1900، حديقة على شكل دائرة المساحة ديالها هو 1062.5 سنتيمتر مربع. هنا تبين لكم الفرق واضح ما بين الشكل ديال الدائرة وبين الشكل ديال المربع. إذا من خلال هذه المقارنة نلاحظ ماذا؟ نلاحظ بأن 1962.5 أكبر بكثير من 1540.56. إذا هذا دليل بأن عندنا الحديقة أو المساحة ديال الحديقة على شكل دائرة أكبر، أكبر بكثير من مساحة ديال مربع يساوي 1540.56. إذن هذا هو الحل ديال هذه العملية أو ديال المسألة الثانية. إذن نلتقي بكم في المسألة أخرى إن شاء الله. قوم تابعوا معي أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى السادس ابتدائي وكذلك المستوى الخامس ابتدائي. سوف نقوم بحساب أحسب قياس مساحة الجزء المظلل. لدينا هنا جزء مظلل أي باللون الأسود، سوف نقوم بحساب مساحته. لاحظوا جيدا هذا الشكل، لاحظوا جيدا هذا الشكل اللي يتكون من شكلين هندسيين. لدينا مستطيل الطول ديالو 4 سنتيمتر والعرض ديالو 2 سنتيمتر، ولدينا دائرة ليست بداخل هذا المستطيل ولكن فوق، نصف دائرة داخل المستطيل ونصفه الآخر ونصفها الآخر خارج المستطيل. المهم خاص تعرفوا بأن الطول ديال المستطيل 4 سنتيمتر يمثل قطر ديال الدائرة. هذه الفكرة، هي الملاحظة الأولى اللي خاصكم تلاحظوا، أن الطول ديال هذا المستطيل هذا 4 سنتيمتر. العموم الطول يساوي دائما نصف ديال العرض، إذا الطول يمثل القطر والعرض يمثل الشعاع ديال الدائرة. سوف نقوم بتطبيق الحسابات التالية لكي نتمكن من حساب قياس مساحة الجزء المظلل. نلاحظ جيدا أيها التلاميذ الأعزاء كيفية حساب هذا الجزء المظلل. سوف نضعه هنا جانبا لكي تتضح الرؤية من جديد، تقريبا هنا. إذن خاصكم تعرفوا بأن المساحة ديال المستطيل هو الطول في العرض، أي 4 × 2 يساوي 8 سنتيمترات مربعة. خاصكم تعرفوا بأن مساحة الدائرة هي R في R في B، وتعرفوا بأن D تساوي L و R يساوي L صغيرة، أي العرض أي 2 × 2 × 3.14.
إذن بعد القيام بالعمليات سوف نعود. إذن مساحة ديال الدائرة 2 في 2 في 3 فاصلة 14 هي تقريبا 12.56. 12.56 بيان سور سنتيمتر مربع. إذن ولكن نظر عندما نلاحظ الشكل نلاحظ بأن الجزء لداخل المستطيل هو نصف دائرة، إذن ولا بد نقسمها دائرة جوج. إذن 2.56 مقسومة على 2، 12.56 مقسومة على 2 على تساوي تقريبا 6.28. ستة فاصلة ثمانية وعشرين سنتيمتر، ولدينا في الأول 8 سنتيمتر هو ديال المساحة ديال المستطيل، ديال مساحة المستطيل هنا. تابعوا معي، هذا كامل، هذا شي تسمى 8 سنتيمتر مربع. أييه 8 سنتيمتر مربع، إذا المساحة ديال هذا، مساحة ديال المستطيل هي 8 سنتيمتر مربع، إذا النصف ديال هذا شحال يساوي؟ 6.28. إذن اش ندير هنا؟ تندير 8 نقص منها 6.28 باش نلقى الجزء هذا الأسود، الجزء المظلل، الجزء الأول والجزء الثاني، الجزئين هادو، هادو لي بالك حلا هادو، تدير ولا بدا عملية ناقص. إذن تندير 8، إذن الجزء المظلم تقول أوبسكور، دير 8 ناقص 6.28، دين 8 ناقص 6.28، نشوفوا الحساب ديالها ومن بعد نرجع. إذن بعد عملية الطرح 8 نقص منها 6.28 هتخرج لنا تقريبا 1.72 سنتيمتر مربع. 1.72 سنتيمتر مربع هو اللي تمثل هذا الجزء. تابعوا معي هو اللي تمثل هذا الجزء الأسود، الجزء المظلل. إذن تساوي تقريبا 1.72 سنتيمتر. كيفاش خرجت لنا النتيجة هذه؟ تبعنا بياسور لي زيتاب من الأولين، تبعنا بأن المساحة، عرفنا بأن المساحة ديال المستطيل هو الطول في العرض، الطول هو 4 والعرض هو 2، إذن المساحة 8 سنتيمتر مربع. إذن هذه النتيجة الأولى احتفظنا بها، وعرفنا بأن مساحة الدائرة هي R في R في P، أي اعترفوا بأن العرض يساوي الشعاع، أي 2 في 2 يساوي 3.14 يساوي 12.56. إذن 12.56 يساوي المساحة ديال الدائرة كاملة. عندما نلاحظ الشكل نلاحظ بأن الجزء نصف الجزء أو نصف المساحة ديال الدائرة هو اللي موجود داخل هاد المستطيل. إذن لكي نتعرف أو لكي نقوم بحساب هاد الجزء المظلل هنا، يجب علينا القيام بعملية الطرح. كيف ذلك؟ نديرو 8 ناقص 6.28، 8 ناقص 6.28 تساوي 1.72، 1.72 سنتيمترا مربعا. 8 ناقص 6.28 تساوي 1.72 سنتيمتر مربع.